السلام عليكم، ازيكم شباب؟ برحب بيكم في لقاء جديد، وان شاء الله هتكلم النهارده عن موضوع في غايه الاهميه، مهم لطلبه العلاج الطبيعي وطلبه كليه الطب، مهم للغايه لان حاجه كلنا بنعيشها وبنحسها وبنجربها، ومهم جدا ان احنا نفهمها، وهي الفسيولوجي اوف اكسرسايز. يا ترى ايه اللي بيحصل جوه جسمنا اثناء الاكسرسايز؟ الاكسرسايز هو عباره عن ذا موست امبورتانت تشالنج، اهم تحدي جسمنا بيتعرض له، بيحصل فيه تشينجز للبادي هوميوستاسيس. كل حاجه في جسمنا بتبقى عرضه انها تتغير، معدل استهلاك الطاقه بيزيد بدرجه واضحه جدا، معدل استهلاك الاكسجين بدرجه عاليه جدا، حراره الجسم بتتغير، وكل ده بيغير في البادي ميكانيزمس، سواء كان على مستوى الخلايا او على مستوى الفلويدز او على مستوى الايونات. يا ترى ايه اللي بيحصل بالظبط اثناء الاكسرسايز؟ نقدر نقسم الاسبيكتس اوف اكسرسايز، او علشان نفهم الاكسرسايز واللي بيحصل فيه، الى ثلاث عناوين رئيسيه. اول عنوان increase energy requirements and expenditure، يعني زيادة معدل استهلاك الطاقة. رقم 2 increase oxygen consumption. رقم 3 increase in the body temperature، اللي هي زيادة درجة حرارة الجسم. دي المعالم الأساسية في الاكسرسايز، أول مين ايفنتس اللي بتحصل في أثناء الاكسرسايز، وناخدهم عنوان عنوان، ونبدأ بأول عنوان increase energy requirements during exercise. الشخص العادي بيستهلك ما يعادل 40 كالوري لكل متر مربع في الساعة. يعني احنا لو قلنا الشخص المتوسط، متوسط مساحة سطح جسمه 1.7 متر مربع، طب 40 كالوري لكل متر مربع لكل ساعة، انا بستهلك طاقة قد ايه في الساعة؟ يبقى 40 في 1.7، يعني حوالي 70 كالوري في الساعة. لو عايز تعرف انت بتستهلك قد ايه في اليوم، اضرب الرقم ده في 24 يديك عدد من الكالوريز، يعني ممكن العدد ده يقارب ال 2000 كالوري تقريبا. ده بنسميه يا جماعه معدل استهلاك الطاقه الاساسي، بيزل ميتابوليك ريت، اللي هو وانت في حاله استرخاء تام، ما بتعملش اي حاجه ودرجه الجو معتدله تماما، انت بتستهلك هذه الكميه من الطاقه اللي بنقول عليها بيزل ميتابوليك ريت، معدل استهلاك الطاقة الأساسي. طيب معدل استهلاك الطاقة الأساسي ده طبيعي ان هو يزيد مع الاكسرسايز. اول حاجة في الاشخاص العاديين اللي زي وزيك كده، والراجل الغلبان اللي في الصورة ده، ممكن معدل استهلاك الطاقة يزيد لغاية 10 أضعاف على حسب شدة الاكسرسايز. يبقى انت معاك جسمك يقدر يزود استهلاك الطاقة لغاية 10 أضعاف. وفي الناس الرياضيين اللي هو السوبيريور اثليتس، اللي هو الناس اللي هم يعني متمرسين على الرياضة، اللي هو بيمارس رياضة كل يوم، او اللي هو شغلته اصلا الرياضة، ممكن الرقم ده يصل الى 15 ضعف، يعني 600 كالوري لكل متر مربع لكل ساعة، يعني معدل استهلاك طاقة كبير جدا، وده لان الشخص ده اكيد بيؤدي مجهود رياضي ومدني وبدني كبير جدا. واضح قوي ان معدل استهلاك الطاقة بيزيد لغاية 10 اضعاف في الاشخاص العاديين، و15 ضعف في الاشخاص الرياضيين. يتبادر لذهننا بقى السؤال، الطاقة دي بتيجي منين؟ بنستمدها ازاي؟ بص يا سيدي، during rest جسمك بيستهلك طاقة معظمها جاية من الفات اوكسيديشن، اما during الاكسرسايز فانت عندك systems that provide energy. systems دي مهمة للغاية، وهي بتشمل رقم 1 phosphagen energy system، رقم 2 aerobic oxidation، رقم 3 anaerobic oxidation، بتشتغل مع بعض في منظومة توفر لك الطاقة والكميات كافية للإكسرسايز اللي انت بتعمله، وتتناسب مع الإكسرسايز اللي انت بتعمله، ومع المدة كمان، ومع القوة، وكل حاجة بتعتمد على لياقتك البدنية. يعني كل ما كان عندك لياقة بدنية عالية، جسمك يبقى سلس جدا في التعامل مع هذه الأشكال من الطاقة. فوسفوجين انرجي سيستم هو السيستم رقم 1، اول ما جسمك بيحتاج طاقة بيسحب من السيستم ده، وهو عبارة عن هاي انرجي فوسفيت كومباوندز، وهم 2 اي تي بي اند كرياتين فوسفيت.
الـ ETB هو الـ Energy Currency، هو العملة المتداولة للطاقة، يعني أي طاقة في جسمك أيا كان شكلها ففي الآخر لازم تتحول للـ ETB قبل ما تستخدم. يعني انزيمات جسمك أو الانزيمات اللي موجودة في العضلات واللي بتستهلك الطاقة أو في الخلايا لا تعرف إلا الـ ETB، يعني كل أشكال الطاقة لازم تتحول الـ ETB. صباعي ده عبارة عن ETB، إيدي ده عبارة عن ETB، بس هي عبارة عن بروتين يتأكسد يدي اي تي بي، كربوهيدرات يتأكسد يدي اي تي بي، ليبيد يتأكسد يديك اي تي بي، بس في النهاية كله لازم يتحول للاي تي بي لأن هي دي الانرجي كرنسي. زي الفلوس كده في مصر يتعامل بالجنيه المصري، ده 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 الماني، ده الكرنسي بتاع مصر، لازم يتعامل بالجنيه، كل حاجة معاك تتحول إلى جنيه في الآخر عشان نقدر نتعامل بيها. أول ما جسمك بيحتاج طاقة، أول ما يبدأ الإكسرسايز سهل جدا، الاي تي بي يتكسر الى اي دي بي وفوسفوريك اسيد وانرجي، فيري رابيدلي اند فيري ايزي سورس اوف انرجي. لكن مشكلته ان الاي تي بي بيكفي 3 ثواني بس، يعني اول ما اعمل اكسرسايز 3 ثواني خلص الاي تي بي. طب اوقف؟ لا مش هتوقف ولا حاجه، هتكمل، هتلاقي ان السيستمز بتوفر لك الاي تي بي على طول، يتجدد يتبني من تاني. خلصت الفلوس الكاش اللي في جيبك، معاك فيزا كارد، يعني معاك وسيله تانية، يعني في النهايه يبقى في فلوس بس بطرق مختلفه بنحرك الطاقه من شكل. اذا خلص الاي تي بي فاسرع طريقه تعمل له ريفورميشن او ريتشارج او اعاده بناء هي ان هو يتحد مع الكرياتين فوسفيت، يتحد الاي دي بي مع الكرياتين فوسفيت وياخد الهاي انرجي فوسفيت بوند، من ناخدها من الكرياتين فوسفيت نلزقها على الاي دي بي فيتحول الى اي تي بي. اذا صنعنا او اعدنا بناء الاي تي بي بسرعه. كمان عندك طريقه مهمه جدا اسمها انيروبيك اوكسيديشن، طريقه مهمه جدا اسمها ايروبيك اوكسيديشن، هنتكلم عنهم دلوقتي حالا بالتفصيل، بيدوك اي تي بي بخصائص معينه. كمان عندك طريقة أخيرة وهي أن يحصل كوندنسيشن، يعني اي دي بي يتحد مع اي دي بي يديك اي تي بي زائد اي ام بي. كده عندك أربع طرق لإعادة بناء الاي تي بي، كلهم بيشتغلوا في منظومة سلسة وسهلة، وتقدر توفر لك الطاقة حسب شدة الاكسرسايز وأيا كان مدة الاكسرسايز. أولهم هو الكرياتين فوسفيت وهو أسرعهم على طول، أول ما بنحتاج طاقة الكرياتين فوسفيت يتحد مع الاي تي بي فيتحول إلى اي تي بي ويخرج الكرياتين، مصدر سريع جدا لإعادة بناء الاي تي بي. لكن للأسف الكمية اللي موجودة مش كبيرة قوي، من 3 إلى 8 أضعاف الكمية بتاعة الاي تي بي، يعني من 3 إلى 8، والاي تي بي بعد 3 ثواني، أنت بتتكلم عن يعني 20-30 ثانية هيكون خلصنا كمان الكرياتين فوسفيت. عايزين طاقة نوقف الاكسرسايز؟ لا، بسلاسة هتنتقل الى الاليات الاخرى لبناء الطاقة اللي هي الايروبيك والانيروبيك اوكسيديشن، هنتكلم عنهم بسرعة كده الايروبيك والانيروبيك، وبعد كده نعمل كومباريزون ما بين الاثنين. لما يقول لك جلايكوجين لاكتيك او انيروبيك سيستم، ده عبارة عن سيستم بيوفر لك الطاقة وبيأكسد الجلوكوز في ظروف لا هوائية، ان انيروبيك كونديشنز. هذا النوع من الميتابوليزم او من نوع من الانرجي برودكشن في غايه الاهميه، لان بيجي في لحظات في الاكسرسايز نو اكسجين. طب نوقف؟ ما ينفعش، لان ممكن تبقى الاكسرسايز ده حاجه حاسمه جدا، يعني معركه عنيفه جدا، كائن حي بيهرب، خطر كبير جدا، واحنا محتاجين نعمل اكسرسايز في منتهى القوه والسرعه. ما بيسافناش هنا الا الانيروبيك اوكسيديشن لانها لا تحتاج الى الاكسجين وتوفر لك الطاقه بمعدل سريع جدا. الانيروبيك بيديك طاقه بمعدل سريع جدا جدا، يمكنك من اداء اكسرسايز قوي جدا، لكنها ما تقدرش تشتغل كتير، اخرها يا جماعه دقيقه او دقيقتين. ليه؟ لان هذه الطريقه ينتج عنها كميه كبيره من اللاكتيك اسيد، بتعمل الم شديد في العضلات، فغصب عننا بنقف، يعني دقيقة دقيقتين ونقف. بس في الدقيقة والدقيقتين دول بيكون الإنسان أو الكائن الحي أنجز شيء مهم جدا في حياته، مسابقة رياضية فاز بيها أو قدر إن هو ينجو بحياته في وقت حاسم ومهم. أما الإيروبيك، الإيروبيك دي الأكسدة الهوائية، دي أكسدة في وجود الأكسجين، مش كده، الحاجة تتأكسد على نار هادية، فبنأكسد الجلوكوز في الكريبس سايكل وبنطلع منه أقصى كمية ممكنة من الطاقة. فطبعا عندنا بالنسبة لي
اهم مزايا الايروبيك اوكسيديشن هي بتتم في وجود الاكسجين، وهي ايكونوميك، هايلي ايكونوميك بات سلو، يعني هي اقتصاديه جدا، بتطلع لك كميه كبيره جدا من الاكسجين، ولكنها يا جماعه بتبقى ايه بسيطه يعني، او بطيئه، تديك طاقه بس بمعدل بطيء شويه. Supply energy for a prolonged or mild prolonged exercise، يعني ممكن تديك طاقة لفترات طويلة. طيب عندنا مقارنة مهمة جدا ما بين الايروبيك والانيروبيك اوكسيديشن، نجمعهم بقى مع بعض in comparison. ايروبيك طبعا في وجود الاكسجين، انيروبيك في غياب الاكسجين، no oxygen supply. دايما الايروبيك مع المايلد تو مودريت اكسرسايز، لان المايلد تو مودريت اكسرسايز اول حاجة ما بيقفلش الاوعية الدموية، لان الانقباض في العضلات مش قوي لدرجه ان هو يقفل الاوعيه الدمويه، فالدوره الدمويه شغاله. الحاجه الثانيه مايل تو مودر اكسرسايز بيحتاج ان ده طاقه سلو بطيئه على مهل، واحده واحده كده، وهو ما يناسب الايروبيك اوكسيديشن. اما الانيروبيك لا، دي بتبقى مع السيفير اكسرسايز، لان السيفير اكسرسايز بيقفل الاوعيه الدمويه. الحاجه الثانيه السيفير اكسرسايز محتاج ان ده طاقه سريعه، وهذا لا يتوفر الا في الانيروبيك اوكسيديشن. يبقى في كل الاحوال السيفير اكسرسايز لا يناسبه الا الانيروبيك، وعشان كده الانسان ما يقدرش يعمل سيفير اكسرسايز لفتره طويله مهما كنت اخرج دقيقه دقيقتين ثلاثه، لان سيفير اكسرسايز ينتج عنه لاكتيك اسيد. انت ممكن تعمل برولونجد اكسرسايز، يعني ممكن تعمل لفتره طويله وده بيبقى ايروبيك، لكن سيفير اكسرسايز لفتره قصيره لانه انيروبيك ينتج عنه لاكتيك اسيد، يعمل الم في العضلات، هيخليك تتعب وتوقف غصب عنك. في الايروبيك الجلوكوزا بتديك 38 اي تي بي وسقطه ميه، اما في الانيروبيك بتديك 2 اي تي بي و2 بايروبيك، والبايروبيك يتحولوا ل2 لاكتيك اسيد. شوف بقى هنا 38 هنا 2، علشان كده يقول لك ان الايروبيك اوكسيديشن ايكونوميك تديك كتير 38، والانيروبيك نوت ايكونوميك بتديك قليل بتديك 2 بس. لكن الحلو ما بيكملش، يعني الايروبيك اوكسيديشن يعني فيه طاقه كتير بس سلو سلو، هي اوكونوميك جميله قوي توفر طاقه لكنها بطيئه. ونقطه الجمال المهمه جدا في الانيروبيك اوكسيديشن هي السرعه، السرعه يا جماعه فيري رابيد، ده مهم جدا. تخيل غزاله بيهاجمها اسد، فيعني هي اذا ما انطلقتش بمنتهى السرعه ومنتهى القوه هتبقى فريسه وهتفقد حياتها، فلازم تنطلق انيروبيك، لو ما فيش انيروبيك مش هتقدر تعيش. لو مفيش انيروبيك الغزالة هتموت والاسد هيموت. الغزالة هتموت لانها هتبقى فارسة سهلة، لانها ما قدرتش تعمل اكسرسايز قوي في وقت معين، والاسد هيموت من الجوع، لان لو ما عندوش انيروبيك ميتابوليزم بيدي طاقة معدل سريع مش هيقدر يطارد ومش هيقدر يحصل على طعام، وبالتالي هيموت. اذا العملية هنا ان الانيروبيك ده جزء مهم من حياتنا، ما نقدرش نستغنى عنه، ما نقدرش نقول حاجة وحشة، لا ده مهم. وانت في حياتك طول اليوم احيانا معظم اليوم ماشي ايروبيك، عمال تتمشى رايح الكليه جاي من الكليه، ده ايروبيك تمام. بعد كده قال لك ان في مثلا الباص قدامه دقيقه او يمشي، فجاه تلاقي نفسك في الباص، جريت صاروخ طلقه انيروبيك، جبت الباص، يبقى ده انيروبيك. نص دقيقه وتلحق المحاضره عشان الغياب، ده انيروبيك. وانت بتجيب موبايل بتاعك ماسكه في الشارع الجميل انت لسه شاريه ودافع في دم قلبك ده وفاتحه كده بتبص عليه، واحد جيب موتوسيكل وخده وجري، انت فجاه بتلاقي نفسك طلقه وبتلاقي نفسك من اسرع العدائين في العالم، وانت ما كنتش تعرف الكلام ده وتجيبه. طيب مين اللي انقذك وجاب الموبايل بتاعك؟ الانيروبيك. الانيروبيك ده جزء مهم جدا في حياتك. طبعا الايروبيك يقدر يمشي لفترات طويله، الانيروبيك لفترات حاسمه، زي الشخص انت عارف يا جماعه في رفع الاثقال هو بيتحسب له ان هو رفع الثقل ده لو فضل رفع 3 ثواني بس، هو مش محتاج كتير فيشتغل انيروبيك، انت انيروبيك معاك دقيقتين، لا ده انت هو 3 ثواني بس يشتغل انيروبيك، لان مع الانقباض الشديد ده هو عايز انقباض قوي جدا عشان يرفع الثقل ده. مع الانقباض القوي جدا الاوعيه الدمويه نفسها بتتقفل بتتعصر بين العضلات وبعضها، طب هنجيب طاقه منين؟ من الانيروبيك. نيجي بقى لجزئيه ثانيه وهي الايفكت اوف اكسرسايز على الاكسجين كونسبشن، وده شيء مهم للغايه. بص يا سيدي، احنا معدل استهلاك الاكسجين في الشخص الطبيعي 250 مللي في الدقيقه، 250 مللي في الدقيقه. المعدل ده برضه بيزيد في الاكسرسايز من 8 ل 12 ضعف تمام في الشخص العادي، وممكن يوصل في الاثليتس لغايه 20 ضعف، يعني الرقم كالعاده برضو يقدر يوصل ل 10 اضعاف في الشخص العادي، ممكن يوصل ل 20 ضعف في الشخص الرياضي.
فدايما الرياضه والتدريب هو بيمكن الشخص ان هو ياخد اكسجين كتير، وبالتالي جسمه يولد باور اعلى. يعني معدل استهلاك الاكسجين بتاعنا ما ننساش حوالي ربع لتر في الدقيقه، في الشخص العادي ممكن يوصل ل 3 لتر و4 لتر و5 لتر حسب الشخص ده اسلتس ولا لا، وعلى حسب لياقته البدنيه. دايما قدرة جسمك على استخلاص الاكسجين من الهواء الجوي هي مقياس للياقه البدنيه وكفاءه اعضاء الجسم. كل ما جسمك استخلص اكسجين كتير معنى كده ان هو اعضائه التنفسيه سليمه، الرئه سليمه والقلب سليم، ومعنى كده كمان ان جسمك يقدر يولد باور اعلى. جينا لظاهره مهمه قوي في الاكسرسايز يا شباب اسمها اوتو ديت فينومينا. ديت بي سايلنت، ديت يعني دين، الدين الاكسجين. وانا عايزك تفهم دي كويس قوي قوي قوي، لان يعني لو فتش دلوقتي هتفضل طول عمرك مش فاهمها. ظاهره الدين الاكسجين ديت، دين. ايه الدين ده؟ لما واحد فينا بيروح يعمل، لو طلبنا من حد منكم يروح يجيب حاجه اقول له بسرعه هات حاجه من الكافيتيريا وتعالى، تلاقي ان هو راح جابها وجري وقعد مكانه عمال ينهج. طب انت بتنهج ليه؟ ده انت بطلت جري. هو احنا ليه بننهج؟ بعد ما نبطل جري. واحد كان بيجري ويجي قاعد بينهج، بينهج ليه؟ ده انت بطلت جري. طيب ليه؟ لان انت الوقت عمال بتاخد اكسجين من الهواء الجوي علشان انت وانت بتجري يعني استلفت او قرضت او اخدت اكسجين من المخزون بتاع جسمك وانت بتجري عشان تقدر تكمل جري. طب وبعد ما تقعد لازم تسدد الدين ده بقى. هي دي الظاهره اللي بيسموها اوتو ديت، وهي عباره عن اكسترا اكسجين ذات از يوزد ديورنج ريكفري. ريكفري يا جماعه اللي هو بعد ما وقفت اكسرسايز على طول وفتره تمتد لغايه ما كل حاجه ترجع للمكان اللي عليه قبل الاكسرسايز، اسمها ريكفري بيريود. It is the extra oxygen that is consumed during recovery period to restore energy state أو energy stores to their pre-exercise state. يعني الأكسجين الزيادة المستهلك أو المستخدم علشان نرجع الطاقة لمكان عليه قبل الإكسرسايز. It is the extra oxygen الزيادة، الزيادة عن الاستهلاك العادي. The extra oxygen that is consumed during recovery period to restore energy stores to their pre-exercise state. الاكسجين الزياده المستهلك في فتره التعافي ما بعد الاكسرسايز علشان نرجع حاله الاكسجين والطاقه لما كانت عليه قبل الاكسرسايز. الظاهره دي يا جماعه نسميها اوتو ديت فينومينا. يا ترى ده بيحصل ازاي؟ بص يا سيدي انا عايز ابسط لك الامور ببساطه افهمها. احنا لما بنيجي نعمل اكسرسايز انت دلوقتي عايز تنطلق وتجري مثلا، طيب اجري يبقى انا محتاج حاجات اساسيه كده، محتاج سكيلت المصل هي دي اللي هتخلي جسمي يجري وهي دي المستهلك الاساسي للاكسجين، ومحتاج هارت ومحتاج لنج. الهارت واللنج دول هم دول اللي سبلاي الاكسجين. اذا في عندك ريكويرمنتس احتياجات للعضلات وعندك سبلاي من الهارت واللنج. طيب في عندك ريكويرمنتس وعندك سبلاي، عندك احتياجات وعندك امداد. لما انت بتقرر انك تجري فجأة كده، طيب لما بتقرر تجري مين اللي بيسمع كلامك؟ مين الاراضي في الحاجات دي؟ الاراضي في الحاجات دي يا جماعه الهارت. الهارت اراضي ولا غير اراضي؟ لا مش الهارت، الاراضي في الحاجات دي هو السكيتال مصل، تنطلق بمنتهى السرعه. طيب بالنسبه للهارت واللنج، لا دول مش حاجات اراديه، فما بينطلقوش بالسرعه اللي انت عايز. اول ما بتنطلق في الاكسرسايز فممكن انت احتياجاتك او استهلاكك العادي الربع لتر في الدقيقه زي ما اتفقنا من شويه اللي هو 250 مللي في الدقيقه. طيب اول ما انطلق في الاكسرسايز احتياجاتي بقت 3000 مللي 3 لتر. طب والسبلاي؟ ممكن مع اول اكسرسايز في شويه نشاط وفي استعداد فتلاقي الهارت واللنج زودوا شويه، فالسبلاي لتر في الدقيقه. طب الريكويرمنتس 3، ركز معايا، الريكويرمنتس 3 لتر في الدقيقة، طب والسبلاي لتر في الدقيقة. هل في اللحظة دي الريكويرمنت يساوي السبلاي؟ لا، ده أقل بكتير، ده أنا عايز 3 واللي عندي 1. الريكويرمنت 3، السبلاي 1، كده جسمك يكمل اكسرسايز ولا لا؟ ها؟ يكمل ولا لا؟ تيجي تبص مع أول اكسرسايز، أنت مع أول لحظات في الاكسرسايز تبقى متحمس جدا، مفيش عدة دقيقة تلاقي نفسك جسمك بدا يحصل فيه تغييرات وبتنهج وفي الم في العضلات. ايه اللي بيحصل؟ ايه تفسير الظاهره دي؟ بص يا سيدي، تفسير الظاهره دي انك وانت بتجري كده اول لحظات كان ايروبيك لان في شويه اكسجين موجودين في العضلات والكلام ده اول لحظات كام ثانيه كده، ما كملناش حتى دقيقه شغالين ايروبيك. بعد شويه لا العجز بان، انا عايز
3 لتر. طب والسبلاي لتر كده، جسمك يكمل ولا ما يكملش؟ لو انت عندك لياقه بدنيه معقوله هتكمل. طب جسمك هيتصرف منين وهيحل المعضله دي ازاي وهيكمل ازاي؟ بص يا سيدي، بسبب القصه دي ان السبلاي اقل بكتير من الريكويرمنت، جسمك بيلجا الى الاد. اول حاجه يقترض اكسجين من الاكسجين ستورز اللي موجوده في جسمك. طب اكسجين في جسمك متخزن فين؟ في عندك اكسجين على الميوجلوبين في العضلات، وعندك اكسجين على الهيموجلوبين في الدم، وعندك اكسجين دايب في الزئين في الدم. ثلاث مصادر للاكسجين جسمك بيسحب منهم، تمام؟ بس برضو دول مش هيكملوا على طول، فتره بسيطه ويخلصوا. لازم جسمك بيعتمد على الانيروبيك اوكسيديشن، وهو ده اللي بيحل المشكله او اللي بيحل المعضله. طيب ازاي؟ اول ما جسمك يعتمد على الانيروبيك اوكسيديشن، ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ اول ما جسمك بيعتمد على الانيروبيك اوكسيديشن على طول بيتكون لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده يدخل الدم يتعادل بالصوديوم بايكربونيت، وبعد كده يكون لك كربونيك اسيد، والكربونيك اسيد يرفع مستوى الكربون دايوكسيد في الدم. الكربون دايوكسيد اول ما يعلى في الدم بزياده اللاكتيك اسيد الناتج عن الانيروبيك اوكسيديشن يروح يعمل ستيميليشن للهارت، يعمل ستيميليشن لانج، يقول لهم صحصحوا شويه صحصحوا شويه. الراجل بيجري تلاقي القلب يضرب اسرع واللنج تتنفس اسرع واعمق. في الحاله دي يا جماعه، في الحاله دي بعد ما السبلاي كانت لتر، ها، وكان في جاب بينها وبين الريكويرمنت 3 لتر، عالت شويه بقت كام؟ 2 لتر. طب هل كده وصلنا اللي احنا عايزينه؟ لا، كده بقينا 2. طيب والريكويرمنت كام؟ 3. في نفس اللحظه اللاكتيك اسيد يعمل الم في العضلات، الم في العضلات، تقول للشخص انت ناسي نفسك ولا ايه؟ انت بتجري قوي كده، انت يعني فاكر نفسك من ايه؟ اهدى شويه. يعمل له الم في العضلات، فتلاقي الشخص ان هو ايه؟ يهد شده الاكسرسايز. فلما يهد شده الاكسرسايز الريكويرمنت تقل من 3 لايه؟ لاتنين. فالواحد يجري على قده يعني. طيب لما تقل من 3 ل2 ايه اللي حصل دلوقتي يا جماعه؟ ها، في اللحظه دي بالظبط the requirements equal the supply. كده جسمك شفتت تو aerobic oxidation، وكده الرياضي يقدر يلعب لفتره طويله. تلاقي الواحد في اول ماتش اول دقيقتين ثلاثه كان يعني رجليه بتوجعه ونفسه مش مظبوط وعرقان، لكن بعد كده انطلق وبيجري، وده ظاهره اسمها steady state هتكلم عنها بعد لحظات. في نهايه الاكسرسايز بقى انت محتاج تعمل ايه؟ احنا محتاجين نصلح اللي حصل اثناء الاوتو ديت فينومينا، ونشكر الاكسجين ستورز ونعمل لها ريبلينشمنت. من تلاقي شخص بيتنفس كتير عشان يشحن الاكسجين ستورز اللي استلف منها، وكمان ياكسد ما تبقى من اللاكتيك اسيد في الجسم واللي ناتج عن عمليه الانيروبيك اوكسيديشن. ازاي نقيس الاوتو ديت؟ سهل خالص، هتيجي على الشخص في مرحله ريكفري، خلصنا خلاص اهوت، ونقيس استهلاك الاكسجين، وده طبعا عن طريق اجهزه معينه سهله موجوده في المعامل بتاعتنا. طيب اقول للشخص اتنفس، طيب الشخص ما بعد الاكسرسايز انا عارف معدل استهلاكه الطبيعي، عارفه وحاسبه قبل الاكسرسايز، فبلاقي ان هو بيتنفس كتير، افضل بقى اتابع استهلاكه، هلاقي الاستهلاك اكيد عالي. طيب وبعد كده افضل اتابع، الاقي بعد مرور الوقت عمال نفسه يهدى يهدى ومعدل استهلاكه يقل 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 لغايه ما يبقى بيزل، البيزل اللي هو الطبيعي. شوف بقى من الكيرف ده او من الحلقه، وطبعا الاجهزه بتحسب الحاجات الديجيتال دلوقتي، اشوف في فتره الريكفري استهلك اكسجين قد ايه، وليكن فتره الريكفري وليكن نص ساعه، طب استهلك فيها وليكن 50 لتر اكسجين. طيب في الحاله العاديه هو بيستهلك كام لتر اكسجين في الفتره دي؟ عادي اقدر احسبها عادي، ما هو الاستهلاك العادي معروف. اقول يا ترى الفتره دي استهلك فيها 50 لتر، طب هو في العادي بيستهلك 20 لتر، طب الفرق ده اللي هو ال 30 لتر ده يبقى مين؟ يبقى ده الاوتودات. فالاوتودات هو عباره عن الفرق ما بين اكسجين كونسيومد during recovery period minus oxygen consumed during equal period of rest، نتيجة أو في فترة مماثلة من الرست. الأوتو ديت كان ظاهرة مهمة جدا، وهو يا جماعة allowed the body to do severe exercise، من غيره ما كانش الجسم يقدر يؤدي أي exercise قوي. في آخر exercise لازم العضلة ترجع لما كانت عليه قبل الاكسرسايز، فلازم الاي تي بي والكرياتين فوسفيت يتشحنوا من تاني ومعاهم الجلايكوجين، ولازم يتم التخلص من اللاكتيك اسيد. من حسن الحظ التخلص من اللاكتيك اسيد له دور مهم جدا في اعادة العضلة لاصلها. فاللاكتيك اسيد ده يا جماعة عبارة عن كربوهيدرات ماتيريال لم يكتمل اكسدتها بعد ما خلصنا اكسرسايز نأكسدها واحدة واحدة كده. الخمس يدخل الكريبس سايكل ويتحول الى اي تي بي، والاي تي بي يتحد مع الكرياتين يحوله الكرياتين فوسفيت، يبقى كده انت رجعت الاي تي بي والكرياتين فوسفيت.
الاربع اخماس يدخلوا الليفر، وفي الليفر يتحول الى جلايكوجين، وبكده يبقى انت رجعت الطاقه لاصلها، رجعت الجلايكوجين ورجعت الاي تي بي ورجعت الكرياتين فوسفيت، كل حاجه لاصلها. هكتفي بالجزء ده في المحاضره دي عشان ما تبقاش طويله وتوهم، ولكن في محاضره لاحقه على طول هتكلم عما تبقى من الموضوع الجميل في السيولوجي اوف اكسرسايز. بشكركم والى لقاء جديد ان شاء الله.